لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. موضوع رحمه الله عن رجاء بن حيوة قال: سمرت ليلة مع عمر بن عبد العزيز فاعتل السراج، كان يتحط فيه زيت فذهبت أقوم أصلحه، فأمرني عمر بالجلوس ثم قام فأصلحه ثم عاد فجلس، فقال قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، وجلست وأنا عمر بن عبد العزيز، ولؤم بالرجل إن استخدم ضيفا. شوف علمنا حاجتين مهمين جدا، لؤم بالرجل إن استخدم ضيفا، الإنسان ما يستخدمش الضيف، ما يشغلوش. الأمر الثاني إن التواضع لا ينقص من قدر الإنسان، فيقول قمت وأنا عمر، رجعت وأنا عمر. وعن أيوب قال: قيل عمر ابن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، لو أتيت المدينة فإن قضى الله موتا دفنت موضع القبر الرابع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر عمر. قال: والله لأن يعذبني الله بكل عذاب إلا النار، فإني لا أصبر عليها، أحب إليها من أن يعلم الله من قلبي أني أرى أني لذلك أهل. وعن بشير بن الحارث قال: أطرى رجل عمر، يعني بالغ في مدحه، في وجهه، فقال: يا هذا، لو عرفت من نفسي ما أعرف منها ما نظرت في وجهه. وعن أبي سعيد المؤدب، مؤدب اللي هو المربي، يعني كان يسمون المربي المؤدب، عن عبد الكريم قال: قيل لعمر: جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال: لا، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. وهذا أيضا أدب مهم جدا، الإنسان ما وفق في الدعوة أو في الطاعة أو في العمل الصالح ما يفتكرش أنه له فضل على الإسلام. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فيش حد له فضل على الإسلام، بل الإسلام له فضل علينا جميعا. وعن عمر بن حفص قال: حدثنا شيخ قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز بدابق خرج ذات ليلة ومعه حرسي، حرس يعني، فدخل المسجد فمر في الظلمة برجل نائم فعثر به، داس على واحد أو خبط واحد، فرفع رأسه إليه فقال: أمجنون أنت؟ ومش عارف أنه هو الخليفة. فقال: لا. فهم به الحرس، حبوا يعاقبوه لأن قال الخليفة كذا. فقال له عمر: مه، إنما سألني أمجنون أنت؟ فقلت: لا. اتباع للسنة رحمه الله. عن زياد بن إخراق قال: سمعت عمر بن عبد العزيز وهو يخطب الناس يقول: لولا سنة أحييها أو بدعة أميتها لما بليت ألا أعيش فواقا. فواقا هو الزمن بين الحلبتين، يعني نزل زي من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، يعني زمن بين الحلبتين. قال الذهبي: أظهر غيلان القدر، غيلان القدري، في خلافة عمر بن عبد العزيز فاستتابه فقال: كنت ضلا فهديتني. قال عمر: اللهم إن كان صادقا وإلا فاصلبه واقطع يديه ورجليه. فنفذت فيه دعوته، فأخذ في خلافة هشام بن عبد الملك وقطعت أربعته وصلب بدمشق في القدر. إنه ما كانش يخاف من القدر بل كان ما يزال قدريا. والقدرية اللي هم إيه؟ يبالغون في إثبات إن هم ينفون القدر، يعني قلنا الاسم معكوس، يعني الجبرية اللي هم يبالغون في إثبات القدر، والقدرية اللي هم ينفون مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، العلم والكتابة والمشيئة وأن الله عز وجل يعني خلق العباد وأفعلهم. وقال غيره: كان بنو أمية يسبون علي بن أبي طالب في الخطبة، فلما ولي عمر بن عبد العزيز أبطله وكتب إلى نوابه بإبطاله وقرأ مكانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فاستمرت قراءته إلى الآن. وعن حزم بن أبي حازم قال: قال عمر بن عبد العزيز في كلام له: فلو كان كل بدع يميتها الله على يدي وكل سنة ينعشها الله على يدي ببضعة من لحم، بضعة يعني قطعة لحم، يعني من لحمي، حتى يأتي آخر ذلك من نفسي، كان في الله يسيرا. وقد تقدم قول أحمد بن حنبل: إن الله تعالى يقيد للناس في كل رأس 100 سنة من يعلمه السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة. فنظرنا فإذا في رأس 100 عمر بن عبد العزيز، وفي رأس 200 الشافعي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.